السلام عليكم. في هذا الفيديو حنتكلم عن موضوع الفاكتور اناليسيس. موضوع الفاكتور اناليسيس موضوع شيق ومهم جدا في البحث العلمي، ومن الأشياء اللي يقوم فيها الفاكتور اناليسيس هو التأكد من صلاحية المقاييس المستخدمة في البحث. طبعا في البداية لابد أنه يكون عندنا تصور عن البحث، وفي هذا الفيديو حناخذ مثال بسيط عن بحث ولكي نعرف كيف نقوم بالفاكتور اناليسيس. عندنا هذا الموديل أو هذا النموذج المستخدم في أحد البحوث، وهذا النموذج يحتوي على المتغيرات الخاصة بهذه الدراسة. المتغيرات الخاصة بهذه الدراسة تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول اللي هي المتغيرات المستقلة. المتغيرات المستقلة هي التي تؤثر على الظاهرة المطلوب دراستها. لابد أننا نعرف ما هي الدراسة، نوع الدراسة أو موضوع الدراسة. هذه الدراسة التي أمامنا أو هذا النموذج الذي تراه أمامك الآن هو عبارة عن نموذج لبحث، يقوم هذا البحث بدراسة العوامل المؤثرة في استخدام الرسائل النصية في الهاتف الجوال، مثل رسائل البلاك بيري ماسنجر ورسائل الواتساب والتكست مسجز أو الرسائل النصية العادية. ما هي العوامل التي تؤثر في استخدام هذه الرسائل؟ حسب الدراسات السابقة يوجد عدة عوامل تؤثر في استخدام رسائل هاتف الجوال. من ضمن هذه العوامل ما يعرف بنموذج TAM أو Technology Acceptance Model أو نموذج قبول التقنية. نموذج قبول التقنية هذا طور بواسطة أحد المتخصصين في التسويق في الثمانينات، وهذا النموذج يقول أنه استخدام التقنية يتأثر بمجموعة من العوامل، منها العاملين الذين استخدمناهم في هذه الدراسة اللي هم العامل الأول Perceived Ease of Use أو سهولة الاستخدام لهذه التقنية. سهولة الاستخدام تؤثر في موقف المستخدم لهذه التقنية، أي أن سهولة الاستخدام تجعل المستخدم يرتاح أو يمارس أو يطبق هذه التقنية، وموقف أو اتجاه المستخدم من التقنية يؤثر في استخدامه الفعلي لهذه التقنية. العامل الآخر الموجود في الدراسة المشار إليها سابقا وهي دراسة TAM أو نموذج قبول التقنية يقول أن العامل الآخر هو Perceived Usefulness أو أهمية هذه التقنية أو مقدار ما توفره هذه التقنية من خدمات، ونفس الشيء مقدار ما توفره هذه التقنية من خدمات يؤثر في موقف المستخدم، وموقف المستخدم يؤثر في استخدامه الفعلي لهذه التقنية. في هذه الدراسة تم إضافة ثلاث متغيرات أخرى جديدة، بعضها درس وبعضها لم يدرس. العامل الأول الجديد اللي هو Self Expressiveness أو مقدار ما تساهم في هذه التقنية من التعبير عن الذات. العامل الآخر المضاف في هذه الدراسة المسمى بـ Sociability أو مقدار ما تساهم في هذه التقنية من الاختلاط والتعارف بالناس. العامل الأخير في هذه الدراسة وهو الانجويمنت أو مقدار الاستمتاع الذي يجده المستخدم
أثناء استخدامه لهذه التقنية. وهنا في هذه الدراسة نقصد بالتقنية هي المسجنج أو رسائل الجوال. هذه الخمس العوامل تؤثر في موقف المستخدم تجاه استخدامه لهذه التقنية. موقف المستخدم يؤثر في استخدامه الفعلي لهذه التقنية. بالطبع عندنا في هذه الدراسة هذه الخمسة العوامل، وتسمى الـ independent variables أو العوامل المستقلة، والـ intention to use أو الاستخدام الفعلي لهذه التقنية هو الـ dependent variable وهو العامل التابع. إذن في أي دراسة علمية لابد من وجود عامل أو مجموعة عوامل مستقلة وعامل أو مجموعة عوامل تابعة. في بعض الدراسات يوجد عوامل أخرى، مثل عندنا في هذه الدراسة عامل آخر وهو العامل الوسيط. هذا العامل الوسيط يسمى attitude towards the use of the technology أو موقف المستخدم من التقنية. موقف المستخدم من التقنية يؤثر في الاستخدام الفعلي، أي أن جميع العوامل المستقلة الخمسة ترتبط مع العامل التابع هذا، ولكن ارتباط غير مباشر عن طريق العامل الوسيط، أي أن هناك نوعين من الارتباط. عندنا في بعض الدراسات هناك ارتباط مباشر direct relationship أو ارتباط غير مباشر indirect relationship. وفي هذه الدراسة كما نلاحظ العلاقة هنا indirect relationship أو علاقة غير مباشرة. من هذا النموذج نستطيع كتابة فرضيات البحث، وكما تلاحظون هنا عندنا خمس فرضيات للبحث تعتمد على العلاقة بين العوامل المختلفة في هذا البحث. عندنا الفرضية الأولى تقول أن الـ intention to use العامل التابع يرتبط أو يتأثر تأثر إيجابي بالعامل المستقل المسمى self expressiveness أو مقدرة التقنية في التعبير عن الذات. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية تقول أنه الـ intention to use يتأثر تأثر إيجابي بالعامل المستقل المسمى perceived ease of use. وهكذا نحدد جميع الفرضيات المطلوب دراستها في البحث. من الممكن إضافة فرضية أخرى لهذا البحث، مثلا تقول أنه العلاقة بين العوامل المستقلة والعامل التابع هي في الأساس علاقة غير مباشرة عن طريق العامل الوسيط المسمى attitude towards use. أوكي، الخطوة الثانية الآن هي معرفة كيفية قياس هذه العوامل. لابد من وجود مقاييس معينة نستطيع من خلالها قياس هذه العوامل. المقاييس ربما نجدها في الدراسات السابقة، وإذا لم نجد في الدراسات السابقة أي مقاييس تفيدنا في دراستنا الحالية فإننا نقوم بتطوير مقياس جديد. ولكن في هذه الدراسة معظم المقاييس المستخدمة في هذه الدراسة مشتقة من الدراسات السابقة. هذه قائمة توضح المقاييس المستخدمة في هذه الدراسة والمصدر لكل مقياس. مثلا العامل المستقل المسمى perceived usefulness نقيسه في هذه الدراسة عن طريق المقياس هذا المكون من ست جمل مرتبطة ارتباط مباشر مع بعضها البعض، تقيس كلها
ما يسمى بالبرسيفد يوزفولنس. وهذه الجمل مثلا الجملة الأولى تقول أنه استخدام الموبايل انستنت ميسنجر أو استخدام المسجنج أو استخدام الرسائل يحقق لي أهداف تساعدني في دراستي الجامعية بشكل أسرع. وهكذا كل هذه المقاييس تقوم بقياس ما يسمى بالبرسيفد ايز اوف يوز. البرسيفد ايز اوف يوز اللي هو المتغير المستقل الثاني يقاس عن طريق المقياس هذا والمطور عن طريق ديفيس 1989. السوشيابيليتي تقاس عن طريق 5 جمل مأخوذة من الليترتشر مأخوذة من هذا المصدر. الانجويمنت يقاس عن طريق هذه الأربعة الجمل اللي هي الانترتيننج pleasant exciting and fun، وهذا المقياس مأخوذ من الليترتشر مأخوذ من هذا الأرض. سيلف اكسبريسيفنس مأخوذ من هذا المصدر وهو يقاس عن طريق 3 جمل. الانتنشن تو يوز مأخوذ من الليترتشر أيضا وهو يقاس بهذه الجملتين. والاتيتيود توارد يوز مأخوذ أيضا من الليترتشر وهو يقاس بما يسمى ب bipolar measurement scale. bipolar أي ثنائي القطبين، ثنائي قطبين. المستخدم أو الذي سوف يجيب على هذا الاستبيان يقوم باختيار مكان معين أو رقم معين، الرقم هذا يقع بين الكلمتين good وbad أو جيد وسيء. وكلما كان اختيار الشخص الذي أجاب على هذا الاستبيان كلما كان قريب من إحدى الكلمتين فهذا يعطينا انطباع أنه موقف هذا المستخدم قريب من هذه الكلمة. كما نلاحظ هنا أنه كل المتغيرات الموجودة في الدراسة يجب قياسها، أي أنه لو قلنا مثلا عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 عندنا 7 متغيرات يجب علينا قياس السبع المتغيرات هذه. أوكي، الآن نتوجه للـ SPSS. ويعني كما هو الملاحظ هنا أنه تم عمل الاستبيان وتم جمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة، وكما تلاحظون أنه كل المتغيرات تم قياسها وتم وضع أرقام مقابل كل متغير. طيب هنا عندنا في الأعمدة اللي هي أسماء المتغيرات، أسماء المتغيرات المختلفة في هذه الدراسة، والصفوف تعبر عن الأشخاص الذين قاموا بالإجابة عن هذا الاستبيان، أي أن 1 يعتبر الشخص الأول من عينة الدراسة، وهذا شخص آخر، وهذا شخص آخر، وهذا شخص آخر، وهكذا. كل واحد من الأشخاص قام بالإجابة عن الاستبيان، وتم وضع النتائج في برنامج الـ SPSS. وكما تلاحظون هنا أنه في بعض الناس، بعض المجيبين على الاستبيان لم يجيبوا على بعض الأسئلة، أي مثلا هنا عندنا في الحالة رقم 14 الشخص لم يجيب على 1 2 3 4 5 أسئلة. أوكي، طيب ما هو الموقف من هذه الإجابات الناقصة؟ هذه الإجابات الناقصة لابد من التعامل معها بطريقة جيدة، لأنه إذا تركناها بهذا الشكل، تركناها ناقصة، فإنها تؤثر على النتائج. يعني لو نلاحظ مثلا هذه 5 فراغات أو 5 أسئلة لم يتم الجواب عليها، أيضا هنا عندنا 2 و2 4، وأيضا لو نزلنا تحت شوية نجد أنه في بعض البيانات ناقصة، وهذه البيانات تؤثر بشكل كبير على جودة النتائج وعلى دقة وصحة النتائج. طيب كيف نتعامل معها؟ سوف نقوم بشرح
التعامل مع هذه البيانات في إن شاء الله في فيديو آخر، وهو ما يسمى بالميسنج داتا أناليسيس أو تحليل البيانات الناقصة. وكيف يتم تحليل البيانات الناقصة؟ في هناك عدة طرق لتحليل البيانات الناقصة وإعطائها قيم. إذا كانت في الوضع الطبيعي، إذا كانت البيانات المفقودة في الوضع الطبيعي، فإنه عن طريق برنامج الـ SPSS تعطى قيم معينة، وتكون هذه القيم بناء على القيم قيم الدراسة ككل. طيب، في بعض الأحيان لابد أننا نتخلص من هذه البيانات الناقصة، نتخلص منها أي أنه نسقط هذه الحالة تماما. مثلا عندنا الحالة رقم 112، هذه الحالة تحتوي هذه الحالة على عدد كبير من البيانات الناقصة. مثلا هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خانات أو تسعة أسئلة من مجموعة أسئلة الاستبيان لم يتم التجاوب معها، لم يتم الإجابة عليها. طيب، في هذه الحالة لابد أننا نسقط هذا الاستبيان، يعني هذا الشخص ما نستطيع أننا نأخذ بياناته لأنها ربما تؤثر على نتائج البحث. هذا كله إن شاء الله سوف يتم شرحه إن شاء الله في فيديو آخر مستقل عن هذا الفيديو.